صباح النور سارة، صباح النور عبد الله، صباح النور على السادة المشاهدين. ودائما ما نقول في عسير مرحبا ألف. يعني فعلا مثل ما ذكرتي يا سارة قبل قليل، جميع الإدارات الحكومية تستعد لاستقبال الزوار خلال هذه الإجازة التي تعتبر ما بين الترمين، وأيضا لم تقتصر فقط أبها فقط، بل أيضا السواحل التهامية حيث تتميز بدرجة حرارة معتدلة عكس المناطق الجبلية في أبها أو النماصة أو تنومة. إضافة على ذلك سارة وعبد الله، يعني مهرجان المجاردة الشتوي انطلق قبل أمس برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وأيضا أطلق هذا المهرجان باسم شتانة غير بمحافظة المجاردة. لم يقتصر فقط على المجاردة بل أيضا على مركز الدربة، وأيضا في محافظة بيشة ينطلق مهرجان ليالينا الشتوي. يعني تشهد الآن مدينة أبها إقبال كبير من الزوار خلال هذه الإجازة، وخاصة فترة المساء أي ما بعد المغرب نشاهد أيضا العدد الكبير من الناس في المقاهي والمطاعم، حيث يعني تصل درجة الحرارة في الليل إلى 9 درجات مئوية في الليل، وعكس المناطق الساحلية التهامية. أيضا واجهة الحريضة، واجهة عسير البحرية تحظى بخدمات جميلة تقدمها بلدية الساحل، وأيضا يتابع هذا الموضوع أمين منطقة عسير للبلديات. أيضا هناك يعني بعض الخدمات التي تقدم في الواجهة من الفود تراك، أيضا العروض الجميلة من النحت، وأيضا الأسر المنتجة في الواجهة البحرية بعسير. أيضا التقيت قبل قليل بأحد الأشخاص اللي كانوا متواجدين في هذا المكان، يعني عبر عن اشتياق المدينة أبها، وأنه لاحظ فرق كبير خلال السنوات الماضية وأيضا خلال تواجده الآن. نذكر الإقبال الكبير كيف كان على المنطقة في الصيف، وأكيد أنه في الشتاء ننتظر أيضا رصد المزيد، خصوصا مثل ما ذكرت يعني عبد الله، إذا تبغى تطلع للجبال بتلقى البراد إذا تدوره، وإذا تبغى طبعا الدفة بتلقاه في الساحل، فهذه خاصية رائعة طبعا، أنك بإمكانك تختار الطقس اللي يعجبك. نتمنى أن الناس تستمتع خلال إجازتها في المنطقة، وأيضا خصوصا أنه الخدمات أيضا رائعة اللي ستقدم لهم. شكرا جزيلا لك عبد الله بن شهران، يعطيك العافية.